وقفة أخيرة مع آخر أخبار الطقس. فاطمة خليل من جديد. فاطمة، شكرا محمد ودينا، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 25، اسكندرية 31 24، مطروح 30 23، بورسعيد 30 25، اسماعيليه 34 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 34 23، العريش 31 24، طابة 36 25، شرم الشيخ 40 30، الغردقة 38 29، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 44 27، أسوان 44 28، الوادي الجديد 41 25، شلاتين 40 31، حلايب 37 29، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.